السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كاملين بخير وكل عام وانتم حيين بخير. اليوم كما تشوفوا الرسالة متاعنا طريقة تصبير التن. أول حاجة شريت 5 كعبات تن، الوزن يمكن الوحدة كيلو وشوية، يعني ما شاء الله كبار، إن شاء الله يظهروا لكم في نفس يعني في الكبر اللي قلت لكم عليه. نبدأ بسم الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قسينا شوية من الذيل شوية من والرأس، يعني نحيناه. الحوت هذا نوع الحوت هذايا راهو فيه برشا، يصيب برشا دم يعني متاعه. ان شاء الله تو تلاحظوا اللي كل مره انا قاعده ننظف في المكان، خاطر ما نجمش الحقيقه نخدم وهو هكيك. هو نورمالمون في اللافابو يعني نعمل الخدمه متاعي الكل، لكن بما اني انا نصور نحاول نقرب لكم اكثر فاكثر الصوره. شوفوا نظفناه، نحينا له كل الاوساخ اللي من داخل. هزيتها كما تشوفوا، نظفت البلاك اللي نخدم عليها، نظفت كعبة التن وكذلك الرخامة مسحتها، وكل هكيك وين نعمل كعبة نعمل نفس الحركات. الحقيقة تعب أكثر من كل شيء، ونقصهم بالطريقة هذه. وكي نلقى هكا شوكة وإلا حاجة تتنحى نحيها، ما نخليش حتى شيء. هذه الحقيقة متعودة أنا قبل رمضان نعملها، ربي ما سهلش، واني عملتها في أول يوم متاع رمضان وقلت ننزل هيلكم فيديو إن شاء الله. انا نموت عليه في السلطة ونموت عليه في البريك، سورتو في البريك في رمضان، والله عم ناول يوم يوم وانا نستعمل فيه في البريك. الحقيقة بنين بنين بنين، وما عندوش راهو نفس البنة اللي موجودة في حكك الطن المصبرة. ما نعرفش الطريقة، خاطر عاملتها في الدار وإلا ما نعرفش، لأنه بلاش مكونات حافظة وإلا. المهم حطيت الماء بعد ما قصيتهم، اعذروني على الصوت راني على الاخر. كما تشوفوا عصرت فيها القارص ونحط اللي قصيته، نحط اللي قصيته. علاش نحطوه في الماء والملح والقارص؟ باش أكل حمورية تتنحى، هذيك حشنا بها تتنحى الحمورية. وكما قلنا أي حاجة زايدة نحيوها ما نخليوهاش، سورتو عندها علاقة بالشوك. ونكمل البقية بنفس الطريقة. لهنا حطيت ما يعادل، شوف حطوا 3 وإلا 4 مغارف ملح. نكمل الكمية كاملة بالطريقة هذية، نخليهم يرتاحوا مدة نصف ساعة للي يولي الأحمر هذاك مستبيض، يعني ينضاف من الدم متاعه. وأحسن حاجة إنك تعمل حاجتك في الدار. كما قلت لكم راهو الطن اللي مستعمل في الدار والله العظيم أبن من اللي نشريوه في الحكك، يعني كما تشوفوا أنا عن تجربة اللي ما عادش نشري الحكك، وليت نشري هذوما ونعملهم وحدي في الدار. اعذروني الصوت، ما قدرتش نسجل لانه الصوت كان غايب مره واحده، يعني
فكي تحسنت شوية هاني سجلت لكم، عندي فيديوهات أخرين إن شاء الله ننزلوهم. يا الله يا كريم، هاكا كما تشوفوا كل مرة قاعدة ننظف في البلاصة، لأنه كل كعبة تحتوي على دم قاتم الصراحة. يعني واحد ونكمل كما قلنا البقية الكل نحطوهم هكيك كعبة وراء أختها، ونحي الشوك واللي نلقاو الظهر متاحة باش يتنحى زادا كيف كيف نحيوه، ما عنا حتى مشكلة. واللي عنده طريقة أخرى يخلي لنا كومنتير. شوفوا أنا الحقيقة عن تجربة، واللي عجبني أنا شو نقول لكم عليه، أنا ما يعجبنيش الحوت اللي مسموط في الماء، التن اللي مسموط في الماء ما يعجبنيش. شوفوا كيفاش بياضت الكعبة، كل الدم اللي فيه الكل نزل. والملح اكيد والقارص يعقموا، كل ترانش تتعقم. يعني كما شفتوا الماء كيفاش اللون متاعو، اكيد باش نعاود نغسلو، مانيش باش نصور اللقطه لانه الفيديو باش يولي طويل برشا. هاكا ديجا غسلتهم وعبيت لهم الماء وحطيتهم فيه مره اخرى، ونجي لهنا ونرصفهم في الكسكس. كما قلنا انا نعمله مفور الصراحه، تقعد فيه القوه متاعو، حتى كي تنزل تنزل القليل ما تنزلش الكثير، مش كيما كي نصمتوه في الماء القوه متاعو سي تمشي يعني في الماء. شفتوا رصفتهم ما شاء الله، رصفتهم بالطريقه هذه. كاش نحط عليهم شويه ملح وشويه فلفل كحل، تابل وكرويه وكمون، هذا كم فيه تابل وكروية وكمون. وحضرت كعبة الرند متاعي، هو في العادة نحطو كعبة تابل وفلفل أكحل نحطوهم كعب، لكن أنا ما عنديش فاضطريت أني نفوحهم بالطريقة هذه. وحطيت كذلك معاهم الرند اللي هو يزيد يبنن الحاجة. قاعدة الطيب هذية يمكن ساعة وربع، يمكن ساعة وربع على نار متوسطة، من قوي وش برشا خاطر يفيض الماء، نحطه على نار متوسطة ونخليوها الطيب ما يعادل ساعة، ساعة وربع. انتي وكيفاش تشوف روحك في يعني في الكعبات طيبين والا لا، وتقدر تخليهم ساعة وربع راه ما فما حتى مشكل، تكون هكيك ارتحت مخك طمنت عليهم. وهذه هي الكمية متاعنا كاملة، كما شفتوا الخمسة كعبات شنو عطاونا، بالطبيعة نحينا منهم الراس والاوساخ وهذاك اللي فضل. ونعاود نفوح الكوش الفوقانية، هذه طريقتي اللي ما نبدلهاش، وانتو ما كان جربتوها مستحيل زادة تبدلوها. هذوما بعد ما طابوا خلينيهم بردوا وتنجموا تخليوهم في اليوم الثاني تكملوا البقية تقاديوهم. انا باش ننظف توا يلزمني نحي الشوك كومبليتمون، والقشره هذيك نحيها، فهمنا؟ يعني نصيحتي ليكم القشره هذيك تنحيوها، واي شوكه كيف كيف تنحيوها.
جبت سكينة وإلا ظهر ملعقة تنجموا تقديو بيه هاكا كيفاش دو بريفيرونس السكينة نعملو بيها نحيو القشرة هذيك، فما الخشينة وفما الرهيفة راهي القشرة، ونقعدو ننظفو فيها هكاك اللي نكملهم الكل. هاكا الشوك شوفو اللي نظرو قصير يستعمل لونات، نصيحة، لأنه الشوك ما معاهش لعب. ونظف شوفو شوفو هذيك الواحد نردو بالنا على صغارنا بالله، حتى كي باش نجيو نعم حطوه في السلاطة وإلا في البريك نعاودو نتفقدو كل كعبة نشوفوها. لا إله إلا الله محمد رسول الله، باش ما سبحان الله يعني نعملوش ضرر لغيرنا. هذوما الكعبات خليتهم، شوفوا الأوساخ اللي خرجوا منهم الكل. أنا عندي دبابز نسكافيه، دبابز نسكافيه هذوكم كي يفرغوا ما نطيشهمش، حتى الكوش الفوقانية هذيك الدوري خليتها، علاش؟ خاطر هذيك تعاون في باش الدبوزة تتغلق في ساعة يعني بالكدا ما تقعدش فيها الجو. ونرص شوية الحقيقة، ما ترصوش برشا باش ما تتفتفتش الكعبة، نرصهم هكاكا ونكمل البقية الكل بنفس الطريقة. انا خضخضتها باش كل كعبة تلصق اختها ويشدوا بلايصهم بالكدا، ويدو في تخو نحطوهم الكل. الكمية هذيك اللي شفتوها عملت لي 4 دبابز، 4 دبابز ما شاء الله كبار ما همش صغار، راهم الدبابز بتاع قد دبوس النسكافيه الكبيرة. الدبابز معقمين زيادة، ما ننساوش النقطة هذية، واللي ماهوش معقبهم ينجم بعد ما يعبيهم بالزيت وكل شيء يحطهم في مقفول ويحط يفوت النصف بالماء في المقفول ويخليهم مدة ربع ساعة وقت يغلي الماء، يخليهم مدة ربع ساعة يتعقموا ويطفي عليهم وما يستعملهم، كان بون مش يستعملهم من الغد، لكن أقل شيء بعد أسبوع، أقل شيء بعد أسبوع تنجموا تجبدوهم وتستعملوا باش تاخذ التن ياخذ الجو متاع التصبير. وهذه هي الكمية متاعنا، وكان عجبكم الفيديو ما تنسيوش اللايك والبرتاج والضغط على الجرس، ومرحبا بالجميع وإن شاء الله نهاركم مزيان.